المهد. في هذه الليلة نتناول نبذة عن القطب الأعظم، الخليفة الأعظم القطب المرجون سيدي الحاج علي التماسيح، بعنوان بين الهمة والاستراتيجية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من حضر السيد الحاج علي التماسيح؟ من هو الإمام التماسيح رضي الله عنه؟ هو العارف بالله وخادم الحضرة الأحمدية الشريف الحسني سيدنا أبو الحسن علي التماسيح رضي الله عنه وأرضاه، الذي ولد ببلد التماسيح ولاية ورنة بالجمهورية الجزائرية عام 1180 هجري الموافق ل 1766 ميلادية. شب في بيت صلاح وطهارة والتقوى وحفظ القرآن العظيم، وحكم عنها تربى ببيت طهارة من الصغر الشعب، كان معروف الشهادة وتغذى بمبادئ الشريعة الإسلامية، وامتاز منذ طفولته بالتواضع ونكران الذات. من الصغر تاعه يعرفوه سبحانه التماسيح كل من يحب به، محبا لعباد الله الصالحين، ميالا لصحبتهم، كان يحب عباد الله الصالحين منذ الصغر. وهذا ما كان بالقطب الاعظم قطب مرتون، حتى الشيخ سحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول الناظر، يعني الشيخ سحمد يعني كان يعني حتى هو يتبع في الصالحين، وارتقت همته العلية باتباع السادة الصوفية من حتى السيد علي التماسيني خليفته وورثه، وامتاز قلنا منذ طفولته بالتواضع ومحبته لعباد الصالحين ميالا لصحبته، وكان المعاصرون له قبل اجتماعه بسيدنا ابو الفيض التجاني رضي الله عنه وارضاه يصفونه بالحكمة ومكارم الاخلاق. هذا السيد علي التماسيني، وكان يعتمد في معاشه على زراعة النخيل ويحث عليه، وعندما عرف الطريقة التجانية والتقى بشيخه القطب المكتوم في عين ماضي سنة 1204 هجري 1789 ميلادي، قدمه الشيخ على جميع الأصحاب وقال في حقه أين مثل التماسيح يا مسكين. بعد ما عرف بعض الناس وعرفوا قبله وكانوا سابقين المعرفة، هو غير بعد جاء قدمه القطب المكتوم على جميع العظماء اللي كانوا معه الذين سبقوه. سيد الحاج علي التماسيني خادم شيخه بإخلاص وتبني وحب ليس له مثيل، إلى أن ألبسه الله جلباب الخلافة في حياة القطب المكتوم، وأمره بالتربية وتأسيس زاوية تملاح بتماسيح عام 1220-1805 ميلادي. فكان عند حسن الظن وفي مستوى الثقة التي وضعها فيه شيخه رضي الله عنه وارضاه. وعند انتقال الشيخ إلى بيت الأعلى يعني القطب المكتوم، قضى مدة خلافته داعيا إلى الله بالحال والمقام، موحدا لصدور المسلمين، قائلا لأصحابه إنه ليس له عدو في هذه الدنيا إلا الشيطان. وهذا طبقا لما جاء يعني رب عز وجل يقول إن الشيطان للإنسان عدو فاتخذوه عدو، ما السيد علي التماسيح يقول ما عندنا حتى عدو في الوجود إلا الشيطان، وكل المشايخ اللي بعده يقولوا فيها الكلمة هذه وتواتر والحمد لله. جاء ذلك في بعض رسائله الموجهة إلى الأحباب، وله دعاء يومي، السيد الحاج علي عنده دعاء يومي خاص، وش يقول في هذا الدعاء؟ يعني هذا الدعاء يقول بأن لا يرى الكفار، قوله اللهم لا تجعل لنا بين أيديهم إسما، ولا تجعل لهم في أموالنا قسما، ولا تعذب لنا بين أيديهم جسما، يا من علم آدم الأسماء. كما أن هذا القطب الأعظم سيد الحاج علي التماسيني نفذ وصايا شيخه القطب المكتوم كاملة بأخذ ولده إلى الصحراء، بحيث أن القطب المكتوم هو الذي أمر سيد الحاج علي التماسيني بأن ينقل ابنه من فاس إلى عينمان مسقط الأسير، يعني هذا بأمره، وبالتالي كان هو المسؤول عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقوله لقول الشيخ أولادي لا طريق لهم إلا الصحراء، يعني بذلك عينمان.